العقد عقدتين بالنتيجة. العقد الأساسية هي هيمنة وسيطرة فريق مسلح على قرار ومصير ومؤسسات الدولة اللبنانية، وتحالف هذا الفريق المسلح مع رئيس الجمهورية منذ 4 سنوات، يعني منذ انتخاب العماد ميشيل عون، الأمر اللي جعل كل المؤسسات، كل مؤسسات البلد تحت رحمة الميليشيا. يعني رئاسة الجمهورية انتقلت من المكان لازم تكون فيه بلبنان، يعني مكان الحياد بين المحاور، مكان الاعتدال، العيش المشترك، احترام التوازن الداخلي، يعني احترام مواقع الحساسيات اللبنانية كلها، كل ذلك رومي في البحر. وصف في تحالف منظومة، لما بيحكوا عن المنظومة السياسية، المنظومة الأسوأ في المنظومة السياسية هو التحالف الثنائي بين عون وبين حزب الله، واللي جعل كل المواقع الأخرى ثانوية. لا بقى في رئاسة وزارة، لا بقى في مجلس نيابي، لا بقى في قضاء، القوى الأمنية والجيش يعني صاروا مخردعين صح التعبير، والرئاسة وكل ما حولها نقل لغير مكان، والحكومة انتفت. كل الأحزاب تتحمل جزء من المسؤولية، كل الأحزاب، ولكن الأحزاب كمان بتتحمل مسؤولية بقدر ما بتكون هي ساهمت بالانهيار. ما فينا نقول انه تقل الحزب الاشتراكي هو اللي عجل بالانهيار الاقتصادي او السياسي، بالعكس، نحن لما انحلت الميليشيات كنا اول من سلم سلاحه، ودخلنا على الطائف اول من دخل على الطائف، واللي ناضل من اجل انه ما تكمل الوصاية السورية بشكل، مشان هيك دفعنا اثمان غالية، اثمان من خلال حليف اساسي لنا كان رئيس الشهيد رفيق الحريري وكتار من شهداء ثورة الأرز، وأنا بتعرف أنه كنت أول المستهدفين بعد إعادة انتخاب إميل لحود بقرار قصري سوري. في قراءتين، القراءة الأولى للحكم اللي صدر ب 18 آب واللي إجا صدمة لورثة الحريري ولأصدقاء الحريري وللفريق اللي كان متأذي من مسلسل الاغتيالات لعدم وضوح وجهة الاتهام. عندما صدر هلأ سليم عياش جزء من منظومة، سليم عياش في قرار العقوبة اللي طلع من بضعة أيام ما عاد هو مساند لحزب الله، صار عضو بحزب الله، وبالتالي التهمة تمركزت في موقع حزبي واضح. بالنسبة للشركاء في هالعملية، كل الشركاء الكبار ليش ما تلاحقوا بالمحكمة الدولية؟ لأنه قتلوا، صفوا، نحروا أو اغتيلوا من فئات مختلفة على مدى 15 سنة اللي بتفصلنا عن اغتيال رفيق الحريري. يعني أشخاص مثل عماد مغني ومصطفى بدر الدين ومعاونين السوريين مثل رستم غزالي، مثل جامع جامع وغيره، اسم محمد سلمان، كل الأسماء اللي ارتبطت بتحقيقات اللجان التحقيق الأولية ما عادت موجودة، وحسب القانون الدولي ما فيك تلاحق أموات. وبالتالي انحصرت القصة بشخص يمكن ما بيعني كتير، بس بيعني بالتحديد انه هو صلة الوصل بين القتل ومن أمر بالقتل.